السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي من سلسلة شهوات ريحانة كمال. نقدم لكم مخمر معمر بالخضر والكبدة ديال الدجاج. كيجي رائع جدا وسهل التحضير كما كتلاحظوا الشكل في الصور، رائع ان شاء الله جربوا وغادي ينال اعجابكم. بسم الله على بركة الله. كنحتاجوا تقريبا 100 غرام او اكثر او اقل ديال الكبدة ديال الدجاج. ضفت لها فص ديال الثوم وورق موسى وحبات ديال القرنفل والماء. غادي نسلقها فوق النار لمدة ديال 10 دقائق. كنصفيها كنغسلها وغادي نقطعها طريفات صغار. بحاجة البصلة اللي كتكون كبيرة او جوج حبات ديال البصل مع الزيت. كنوضعوا المقلاة فوق النار مع التحريك المتواصل حتى كدوب لينا البصل. كما لاحظتوا ما استعملتش التوابل، كنحرك الكل جيدا، البصلة مع الزيت حتى كدبل. كنضيفوا حبة كبيرة ديال الفلفل الاخضر مقطع قطع صغيرة. كنستمر في التحريك ديالها، دائما المقلاة كتكون فوق النار. ضفت جوج حبات ديال الجزر اللي محكوك رقيق بزاف، لاحظوا معايا كيكون رقيق لدرجة كبيرة. هادشي كيبقى اختياري، بالنسبة ليا كنفضل انه يكون رقيق. ضفت جوج حبات ديال القرعة خضراء حتى هي مغسولة ومحكوكة رقيق. كنستمروا في التحريك. هنا ممكن تضيفوا واحد ربع كاس ديال الماء باش كتنضج لكم الخضر. من بعد غادي نضيف الكبدة ديال الدجاج اللي قطعتها طريفات صغار بزاف، وكنستمروا في التحريك ديالها. غادي نضيفوا التوابل اللي عندنا، الكمون، السكينجبير، التحميرة والابزار والملحة. كما لاحظتوا الكمون غير مهرمشاها شوية في المهراز، يعني ما مدقيتهاش مزيان. كنحركوا الكل جيدا. غادي نسمها بشويه ديال صلصه حاره، هادشي كيبقى اختياري، ممكن تضيفوا اي نسمه، ممكن تضيفوا واحد الفص ديال الثوم في الاول باش كيحيد لنا هذيك الريحه القويه ديال الكبده. كما لاحظتوا الكبده انا نسمتها بالثوم وورق موسى والقرنفل باش كنحيدوا هذيك الزفوره. مكونات العجين، كنحتاجوا 300 غرام ديال الفورس مع 200 غرام ديال طحين الفينو مع ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات، عندنا الملح بحسب الذوق، ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون، عندنا ماء دافئ لجمع العجين. كنضيفو زيت الزيتون على المكونات وغادي ندوب هذيك الخميرة، وكنجمع المكونات كالعجين ديال الخبز العادي مع إضافة الماء بالتدريج، يعني مرة مرة كنضيفو الماء حتى كنحصلو على عجينة اللي كتكون رطبة. كنعجنوها، من الافضل نعجنوها مزيان بالماء عاد ندلكوها، او العكس كندلكوها عاد نعجنوها بالماء باش كتعطينا واحد القوام اللي كيكون هو رطب. كما لاحظتوا كنحصلوا على هذا الشكل، العجينه اللي هي رطبه كندلكها مزيان، ضروري ما تدلكوها. الا لاحظتوا انها شويه قاسحه كترخفوها بشويه ديال الماء ضروري، يعني ما تبقاش عجينه قاسحه، كتضيفوا شويه الماء وكتعجنوها عاد تغطيوها وتخليوها كتخمر تقريبا 20 دقيقة، كتخمر اقل او اكثر على حسب الجو. بعد ما خمر لي العجين كنخرج منه الهواء، ضروري من هذه العملية. وغادي نقسمو الكريات اللي كتكون متساوية سواء صغيرة او متوسطة او كبيرة، هذا راجع لكم. كنحتاجو القليل من دقيق القمح الفينو، انا مزجت معاه دقيق القمح الكامل، ممكن تستعملوا غير الفورس، ممكن تستعملوا الفينو بوحدو. كنبسطو بواسطة الدلاك، يعني غير باش كتسهل علينا العملية. كنبسطوه مزيان من الجوانب ومن الوسط ايضا، يعني غادي نبسط الكمية كلها ديال الكريات. من الافضل يكونوا بعدد زوجي لان غادي نديرو وحدة، والحشوة عاد غادي نغطيوها بكرة اخرى من العجين. وهذا العجين كيجي رائع جدا لان فيه الخميرة ديال الحلوة، كيخلي ان هاد الخبز كيجي فتي ورطب لدرجه كبيره. دائما كنبسط مزيان، كندهن الجوانب ديال الخبيزه ديالي بالقليل من الماء، دهنتها بشويه ديال الماء. وغادي نوضعوا الحشوه، هي هذه اللي كتكون بارده، كنطيبوا دائما الحشوه هي الاولى. كنوزعوا واحد الكميه اللي كتكون معقوله شويه على السطح ديال العجين، يعني نحاولوا نتفاداو نوضعوا الحشوه في الجوانب، يعني غير في الوسط كنركزوا مزيان الجوانب اللي دهنا بالماء باش كيلصقوا لنا بالكره الثانيه ديال العجين. نحاولوا نضغطوا وفي نفس الوقت كنخرجوا الهواء، كنضغطوا غير بواسطه الاصابع.
بفعل هذاك الماء اللي ضفت العجين كيخليها كتلصق بكل سهولة، وكنبسطو مزيان يعني ما نخليوهاش غليظة، كنرقوها مزيان لأننا غادي نخليهم يخمروا المرة الثانية. كنبسطو مزيان يعني نفس الطريقة حتى كنتهي من الكمية اللي عندي كلها ديال العجين. هذا هو الشكل المحصل عليه. دائما كندهنوا الجوانب بشوية ديال الماء، وعاد كنوضعوا الحشوة ديالنا. الحشوة كتجي رائعة ولذيذة، يعني كما لاحظتوا فيها نسبة ديال الخضر وفيها الكبدة ديال الدجاج. ممكن تضيفوا اضافات اللي من الاختيار ديالكم، تنسموها باش ما بغيتوا. كنضغطوا مزيان، كنخرجوا الهواء وكنبسطوا. كنأكد انكم كتبسطوا، كما لاحظتوا راه ما كتقطع ما حتى حاجه، العجينه خامره ومدلوكه مزيان. غادي نوضعهم في مكان فيه منديل وكنغطيهم، كنخليهم كيخمروا. لاحظوا معايا تقريبا خداو لي واحد 15 دقيقه. كنوضعهم في مقلاه اللي كنسخنوها مزيان، مقلاه ثقيله، وكنستمروا في التقليد ديالهم حتى كيتحمروا لنا من الجهتين ومن الجوانب ايضا. هذا هو الشكل ديالهم. انا قطعت لكم وحده الاولى مازال سخونه، مازال كنطيب فيه. لاحظوا معايا كيفاش كيجي من الداخل فتي ورطب ورائع جدا، والاهم انه لذيذ. ان شاء الله جربوه وينال اعجابكم. ما تنساوش يعني وضع لايك وانضمام للقناه وبارطاجي الفيديو، ونتلاقاو في وصفه جديده باذن الله. في امان الله.